ولاية جيجل، حيث وصل عدد الأشخاص الذين أقصيت أسماؤهم من قائمة المستفيدين من موسم أداء فريضة الحج لهذه السنة بولاية جيجل إلى 5 أشخاص لأسباب تعود أساسا إلى استفادة بعضهم في السنوات السابقة، وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها التي تسمح بمنح جواز حج واحد في كل 5 مواسم، فيما يعود سبب إقصاء الحالات المتبقية للوضع الصحي للأشخاص المعنيين، من بينهم امرأة في الثلث الأخير من الحمل. ميكروفون أيمن عبد الرحيم. عدد الحالات اللي تم إقصائهم من أداء فريضة الحج لأسباب إدارية هي 2 حالات فقط، وتتعلق بأداء مناسك الحج في فترة أقل من 5 مواسم. تم إقصاء 3 مترشحين لأسباب صحية يعني تتنافى لأداء هذه الفريضة، منهم من هذه 3 يعني مترشحين مصابين بأمراض سرطانية، ومترشحة في حالة حمل يعني خلال الثلاثي الثالث، يعني ما تقدرش باش تروح تحج وهي بالحمل.